أنا واحد من هاي الناس اللي حرضت وشجعت الناس على 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 الثورة، شجعت الناس لتستمر بالمظاهرات السلمية. بنفس الوقت ساعات صار علينا القمع والدبابات والقصف والطيران، كمان أنا بدي أكون ما بس كلام، بدي أكون فعل مع هاي الناس. واليوم الحمد لله يعني أنا شخص، طبعا أنا مقصر كثير يعني تجاه هاي القضية، أنا شخص اليوم على الجبهات، مقاتل على الجبهات بريف حماة الشمالي. طلعت أنا على الشمال بسبب الضغوطات صارت علي، وصار علي مشاكل، طلعت صرت شمال، يعني صرت مع مقاتل بجيش العزة، عندي لواء بجيش العزة، عم بكفي مسيرتنا يعني على الجبهات مثل ما هي. وبين الناس وقت صارت المظاهرات ورجعت أيام المظاهرات، الأيام اللي راحت بالبدايات، أيام النقاء، أيام اللي كانت الثورة كانت على برونقة، كانت الثورة ثورة شعب كاملة، ما كانت ثورة فصائل وثورة قادة وأجندات وسياسات، وتدخلت الدول لتشتيت هاي الثورة لتضعيف هاي الثورة ولتربية شعوبهم بشعبنا السوري يعني. والكلام واضح يعني للي بده يفهم هذا الكلام، تمام؟ فهذيك الأيام البدايات هي مع أنه كانت أصعب علي أنا كشخص، يعني كانت أصعب علي لأنه كنت يعني من أقلاء الملاحقين بالبدايات أيام السلمية وأيام، فكانت حتى وضع خطر أخطر من هلأ وأصعب من هلأ. اليوم أخي بيجيك صاروخ وبيقتلك، قبل أنت ما بتعرف حالك، بتنأسر بتنقتل، بيشيلوا أهلك، بيقتلوا أمك، بيقتلوا أبوك، بيقتلوا بيداهموك بكل محل، بيراقبوك بكل محل. فالأيام هذه كانت أخطر علي، ولكن كانت أجمل لأنه كانت ثورة شعب. أول ما جرت المطاحن، اللي قتل فيها 64 مقاتل من عنا، من بيناتهم أخوان اثنين يعني بدي وحدة وابن خالتي كمان أخي برضاعة. هو اللي خفف علي انه دول قتلوا شهداء وبحصار، فافضل من هيك قتله ما بتلاقي يعني. وان شاء الله باذن الله نحسبهم، والله حسبهم من الشهداء، ما نزكيهم على رب العالمين. انا بعمري ما انقطع الامل عندي، انا الامل ما بينقطع عندي، ما دام في ثائر، في ناس، في مبدا، في واحد بسوريا عنده كرامه، في واحد بسوريا عنده قضيه، عنده تضحيه، الثوره مستمره والأمل مستمر. إذا بتروح البلاد كلها بنرجع بنحررها، ما زال عندنا نفس، ما زال نحن ماشيين على هاي الأرض بو تضحيات بو دماء. لا تصدق الناس تترك دماء ولادها وأطفالها وأخوانها ونسائها، تصدق تروح سدى الطريق بده تضحي وبده دماء. وهاي البلاد لحتى تنضف ولحتى تنقى ولحتى ترجع بلد شريفة وحرة وكريمة بدها دماء. ما بتصدق البلاد هاي ترجع هيك.